السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض الفيزيكولار مول. الفيزيكولار مول ده عبارة عن ايه، او بيدخل ضمن كاتيجوري اسمه ايه؟ اسمه الجستيشنال تروفوبلاستيك ديزيز او نيوبلازم. وكل كلمة من جستيشنال تروفوبلاستيك ديزيز ليها معنى. جستيشنال يعني في وقت الحمل، وتروفوبلاست عرفنا التروفوبلاست هو الجزء اللي بيعمل الامبلانتيشن، والنيوبلازم يعني تيومر، يعني حاجات بتكبر، فيا اما يكون التيومر ده بيناين او مالجننت. الجزء البيناين من الجستيشنال تروفوبلاستيك ديزيز هو ده اللي اسمه الفيزيكولار مول او هايداتي فورم مول. طب ليه يا دكتور قالوا عليه الفيزيكولار مول او قالوا عليه الهايداتي فورم مول؟ لان هو بيتكون من شقين، تروفوبلاست عمالة بتعمل بروليفريشن جامد، يبقى هايبرتروفي او بروليفريشن اوف ذا تروفوبلاست بلس هيدروبيك ديجنريشن مية، عشان كده ايه بكتبها لك بالازرق عشان تفتكر هيدروبيك ديجنريشن. ايه الفكرة؟ ان لما يحصل تروفوبلاستيك بروليفريشن وهيدروبيك ديجنريشن الاتنين، تبقى اسم الحمل حمل عنقودي، بيبقى عامل زي ايه؟ زي عنقود العنب، ودي كده الايه العنبات اللي موجودة، بيمص مية، بيشرب المية. هيدروبيك ديجنريشن يعني معناه ان هو بيجمع جواه مية، فتبقى كل حاجة عاملة زي الفيسيكلز. الفيسيكل يعني حاجة برضو جواها الايه المية بتاعتها. طيب الانسيدنس لسبب ما، وممكن يكون علشان الايتنج هابتس، الموست كومن انسيدنس موجود في الفار ايست، والايتيولوجي بتاعه از unknown. ولكن شافوا ان الناس اللي في الفار ايست معظم اكلهم رز وكده، فبيبقى deficient in vitamin A. فكلمة deficient in vitamin A دي مهمة في الريسك فاكتور اوف the vesicular مول، او في الايتيولوجي بتاعة الفيزيكولار مول. لما نيجي نتكلم عن التايبس بتاعة الفيزيكولار مول، عايز اقول لك حكاية هتمشي معانا طول درس الفيزيكولار مول ده، وهخليه لك سهل وزي المية. في عندي نوعين من الفيزيكولار مول، كومبليت مول وبارشيال مول. الكومبليت مول ده ايه حكايته؟ تخيلوا ان اللي جوه اليوترس ده عيال شقية، واللي خلاهم يتخانوا ويبقوا عاملين زي الفيزيكلز كده الويسكي اللي هم بيشربوه في الحفلة، الخمرة اللي هم بيشربوها، ده ديزيز ولا مش ديزيز؟ اه طبعا ديزيز، ان هم يشربوا خمرة وان هم يبقوا كتير كده قوي ده ديزيز. طيب وبيتجمعوا امتى؟ في وقت الجستيشن، يبقى ده الديزيز، ودي العيال متجمعوا بتشرب ايه الويسكي. العيال دي ممكن ما يبقى لهاش حد يربطها ولا حد يمسكها ولا اي حاجة خالص، يبقى ده يبقى اسمه كومبليت مول. كومبليت مول. طيب لما العيال دي كلها تبقى من ناحية الاب، يعني رجالة وشايفين نفسهم ومفيش حد يهديهم، اللي هو الجانب الانثوي من الحياة، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم، بيقول هو الذي خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. طيب لما يبقى كل الكروموسومات جاية من الاب، يبقى مفيش سكون، مفيش هدوء، يبقى هيبقى كومبليت مول، مفيش حتة تهديه، يبقى العيال هتتجنن، يبقى اليوترس كله هيبقى مليان ايه؟ فيسيكلز، مليان عيال سكرانة، مليان العيال الصغيرة دي اللي عاملة فيسيكلز وشربالي ويسكي وعاملة فيها ايه؟ مول، عاملة لي فيها عنقود عنب. يبقى مهم جدا جدا انك تعرف ان الكروموسومات بتاعت الكومبليت مول 46 XX كلهم paternal، كلهم جانب ذكوري بس، عشان كده كومبليت. اما البارشيال مول الفكرة بتاعته ايه؟ ان في اوفم واحدة بس حصل لها fertilization by two sperms في نفس الوقت، وكملوا division على كده، حصل لها fertilization by two sperms في نفس الوقت، او هي اوفم واحدة بس السبرم اللي داخل باتنين داخل
ب46 كروموسوم، فاكر نفسه ايه؟ جدع. لكن التانيين دول اتنين داخلين ب23، فنتج عنه ان في جزء اللي هو الجزء الذكوري هنا غالب برضو، فالجزء الذكوري الغالب ده هيعمل لي بارشيال مول، يعني ايه؟ يعني على ايد على ايد على ايد، وجزء هيتحول الى فيتس عادي خالص. مين الموست كومن فورم؟ الكومبليت مول، زي ما قلنا ان مفيش ماتيرنال كروموسومز اتول، كلهم باترنال، كلهم ذكوريين، عشان كده بيبقوا كومبليت، مش لاقيين حد يربطهم ولا حد يجمعهم. طيب البيهيفير بتاع الفيزيكولار مول عباره عن ايه؟ البيهيفير احنا قلنا ان التقسيم الاولانيه هي بيناين ودي انتهت، هو بيناين ديزيز، ولكن البيهيفير قد يكون بيناين تمام وقد يكون انفيزيف. انفيزيف ليه؟ اللي تحتيه يعني زي لوكالي مالجنت، زي البيزل سيل كارسينوما كده، هي بيناين تيومر ولكنها لوكالي مالجنت، يبقى بتعمل الدستراكشن بتاعها لوكالي. يبقى عندي يا اما البيناين يا اما اللوكالي مالجنسي يا اما ميتاستاسايزنج. وفي الميتاستاسايزنج مش معنى كده ان هو مالجنانت، لا، هو ركب على بلاد فيسل، في بلاد فيسل قدامه، فشويه عيال صيع ركبوا على الايه؟ على البلاد فيسل وراحوا لللانج، راحوا لللانج. يبقى لما يحصل ميتاستاسيز هنروح لفين؟ نروح لللانج. اللانج دي عامله زي شرم الشيخ بالنسبه للفيزيكولار مول. طيب نيجي بعد كده الباثولوجي. الباثولوجي كلمه باثولوجي لازم اول ما تسمع كلمه باثولوجي اسمع منك رد بكلمتين، والكلام ده باين قوي في الجراحه. باثولوجي يعني ميكروسكوبيك ومايكروسكوبيك بيكتشر اوف ذا ليجن، دي كلمه باثولوجي، وباثوفيسيولوجي لو موجود في المرض. يبقى الباثولوجي اسمع منك كلمتين، ماكروسكوبيك ومايكروسكوبيك. ايه الماكروسكوبيك بيكتشر بتاعت اليوترس في هذه الحاله؟ الماكروسكوبيك بيكتشر بتاعت بقى نقول اليوترس ان هو البار اللي العيال متجمعه فيه، البار ده اكيد هيبقى زحمه بالعيال اللي موجوده جواه، يبقى اول حاجه انلارجد، ده اكيد. طب تاني حاجه ان هو مليان العيال دي اللي كلهم سكرانين، يبقى studded with vesicles. وفي الكومبليت بارت هلاقي نو فيتال بارتس. نيجي لنقطة مهمة، فاكرين ايه اللي كان بيخلي الكوربس ليوتيم، كوربس ليوتيم اوف بريجنانسي؟ كان الهيومن كوريونيك جونادوتروفين اللي طالع من التروفوبلاست اللي بتعمل امبلانتيشن في حتة معينة. طيب العيال الكتير قوي دول الموجودين في البار كلهم عندهم هيومن كوريونيك جونادوتروفين، هيقعدوا يغلسوا على مين؟ على الكوربس ليوتيم، يروحوا باعتين له هيومن كوريونيك جونادوتروفين كمية بالعبيط، فالكوربس ليوتيم ما قداموش غير انه يستجيب للحاجات الكتيره دي، فيبدا الاوفري او كوربس ليوتيم دي تكبر قوي 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 وتتكون على الاوفري ثيكا ليوتين سيست. يبقى الثيكا ليوتين سيست جايه من فين؟ جايه من الكميه الرهيبه قوي من الهيومن كوريونيك جونادوتروفين اللي العيال دي عمالين بيبعتوها لل كوربس ليوتيم. طيب ايه الميكروسكوبيك بيكتشر؟ الميكروسكوبيك بيكتشر عيال وبتشرب خمره، يبقى عيال يعني ايه؟ يعني تروفوبلاستيك بروليفيريشن، وبتشرب خمره اللي هو الويسكي هيدروبيك ديجنريشن. جبنا سيره حاجه تاني؟ ما جبناش سيره حاجه تاني، يبقى نو بلاد فيسلز، مفيش طرقات اصلا في البار اللي العيال دي متجمعه فيه، يبقى افاسكولار باترن. طيب نيجي للكلينيكال بيكتشر.
كلينيكال بيكتشر في الثلاثه ديزيزز اللي خدناهم سواء ابورشن او اكتوبيك او الفيزيكولار مول اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي بتبدا بالامينو رايا. ليه؟ لان انا قلت بليدنج ان ايرلي بريجننسي، انا بجمع الديزيزز اللي فيها بليدنج ان ايرلي بريجننسي، فبنعبر عن كلمه امينو، بنعبر عن كلمه بريجننسي كسيمتوم بكلمه امينو رايا. تاني حاجه انا في درس اسمه بليدنج ان ايرلي بريجننسي، يبقى اوريدي هحط بليدنج. طب البليدنج كاركتر بتاعته هنا ايه؟ بيبقى كونتينيوس. طب وبعد البليدنج في ايه يا دكتور؟ بعد البليدنج في بين. طيب احنا كان كل مره بنقول بين بطريقه معينه، يعني في الابورشن قلنا ان بيحصل امينوريا، وبعد كده البليدنج اللي بيبقى مع الانست اوف ابورشن، وبعد كده البين، والبين بقى قسمناه بيبقى عنيف او مش عنيف. طيب هنا هيبقى البين دل ايكنج، والبين جاي من فين؟ من ان العيال دول خلاص هيكسروا البار اللي هم فيه، عاملين ستريتش على الوول بتاع اليوترس، فالبين ده is due to the stretch. وبعد كده لو اتغيرت الكاركتر of the pain وبقت sharp، يبقى ممكن يكون حصل perforation للوول بتاع البار من كتر ما هما كتير. وبعد كده ممكن يبقى البين ده عنيف واكيوت ابدومين كمان. ليه؟ لان التروفوبلاست دي عماله بتبعت هيومن كوريونيك جونادوتروفين زي ما قلنا للكوربس ليوتيم، وعملت لي اليوتين سيست، واليوتين سيست دي ممكن تبقى كومبليكيتد. فلما تبقى كومبليكيتد سواء بتورشن او بالهيمورج اللي جواها ممكن تبقى بريزنتد عندي كاكيوت ابدومين. نيجي بعد كده للجنرال او للاكزامينيشن، والاكزامينيشن زي ما قلنا بيبقى الجنرال واللوكال. الجنرال بتاعي هيبقى فيه ايه؟ لو حصل كومبليكيشنز هشوف الكومبليكيشن اللي هي بيرفوريشن اوف ذا يوترس او الاكيوت ابدومين اللي ممكن تجي لي فيها الام شوكد. طب ابدومينال، ابدومينال قلنا اليوترس، اقصد بيها اليوترس. اليوترس هل هلاقيه قد حجمه الطبيعي اللي المفروض يكون فيه؟ لا طبعا، ده مليان عيال كتير، يبقى هو مور ذان ذا بيريود اوف امينوريا، اكبر من البيريود اوف امينوريا. على عكس مين؟ كنا قلنا ان هو بيبقى اقل من البيريود اوف امينوريا الابورشن، لان الابورشن فيه تصفيه بيموت. هنا في عيال بتستهبل كتير قوي جوه اليوترس، فبيبقى اكتر من البيريود اوف امينوريا. تاني حاجه لما اجي احس اليوترس اللي جواه ده ميه، فلما يبقى في غطا فوق فيزيكلز ميه، تخيل السنسيشن هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى سوفت او ميال للسوفت شويه، بيسموه ايه؟ دوي سنسيشن، دوي زي العجينه كده. هل هحس اي فيتال بارتس؟ مستحيل. في الكومبليت تايب مستحيل، لان مفيش فيتس اصلا. واخر حاجه اللي هفكركم بيها كل شويه في الفيزيكولار مول، الهيومن كورينيك جونادوتروفين باعت وعامل لي تو سيست، فممكن احس تو سويلينجز موجودين على الاوفري. لما اجي اعمل فاجينال اكزامينيشن وادخل بصوابعي في البي في، ممكن الاقي الفيسيكلز طالعه معايا على ايديا. passage of the vesicles، ودي مهمة جدا جدا. نيجي للcomplications. الcomplications ممكن تكون يا general يا local. الgeneral زي pregnancy induced hypertension، وده ليه؟ لأن التروفوبلاست بتساعد على حدوث الفاسكولوباثي، ممكن تعمل لي pregnancy induced hypertension. تاني حاجة hyperemesis، ولما اقول لك ان الاميسيس ده اصلا اللي بيحصل للست الحامل في اول حملها سببه الهيومن كوريونيك جونادوتروفين، يبقى اكيد اكيد
هتفهم ان الفيزيكولار مول اللي بيبقى فيه زياده قوي في الهيموجلوبين جلوتروفين هيبقى فيه هايبر اميسيس عن الطبيعي. تاني حاجه ممكن يكون في عندها ثايروتوكسيكوزز. طب ليه بيحصل ثايروتوكسيكوزز؟ علشان الكوريونيك ثايروتروبين بيزيد. ممكن يحصل بالمونري امبوليزم. والبالمونري امبوليزم يحصل ليه؟ لان زي ما قلنا لما واحد من الفيسكلز دول يحب يصيع هيركب على البلاد فيسل، ولما يركب على البلاد فيسل هيروح لللنج في الاخر. لوكالي انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن من كتر الستريتش افتح السيرفكس ويدخل لي من خلاله انفكشن، وطبعا البليدنج يحصل هيمرج. ممكن ريكارنس بعد ما اعالج الكونديشن يحصل ريكارنس. واخر حاجة ان احنا دلوقتي متجمعين في البار وكويسين، لكن ممكن بعد شوية نطلع سينج ومطاوي ونبقى مالجنانت. لو حفظت الديزيز بالحدوتة اللي انا قلتها دي ان شاء الله هيبقى سهل جدا جدا بالنسبة لك. نيجي بعد كده ازاي نشخص المرض ده. تشخيص اي مرض فيه ثلاث كلمات: هيستوري، واحنا قلنا عليه امينوريا والبليدنج والبين بيبقى شكله ازاي وانواعه ايه، والاكزامينيشن وقلنا عليه هيبقى فيه ايه في الجنرال وهيبقى فيه ايه في اللوكال، ودلوقتي وقت الانفستيجيشن. طيب ايه الانفستيجيشنز اللي انا هعملها علشان اشوف مرض الفيزيكولار مول ده؟ اصور العيال اللي جوه البار اللي قرفاني دي. في الالترا ساوند هيدوا منظر كويس قوي او يعني كاركترستيك ليهم اسمه سنو ستورم ابييرنس. سنو ستورم ابييرنس، وعشان تعود نفسك على منظر السنو ستورم ابييرنس جبت لك ثلاث صور ليها. فكره في العاصفه الثلجيه ان في حاجات رمادي وفي جواها ايه، وفي جواها كور التلج الرمادي وفي جواها كور التلج اللي هي النقط السوداء. سنو ستورم ابييرنس، عود نفسك على الشكل بتاعها. طيب وبعد كده احنا قلنا ان الفيسيكلز او تروفوبلاست ديزيز دي بتعمل سكريشن البيتا اتش سي جي. طب ما اعمل استيميشن للبيتا اتش سي جي كطريقه غير مباشره انك تعرف اللي جوه دول كتار قد ايه. فبعمل البيتا اتش سي جي ليفل، وبعد كده في الهاي دايليوشن يعني كمان بخففه، وبعد ما خففه الاقي الليفل اصلا اكتر من 100,000. اكتر من 100,000، احنا كنا بنتكلم على ان اكس ماكسيمم ليفل بتاعي في الحمل اصلا الطبيعي 50,000، دلوقتي هلاقي الليفل اكتر من 100,000. مش بحتاجه قوي في الدايجنوزز، ولكن مهم جدا جدا زي ما هنشوف. اهم حته في الفيزيكولار مول هي الفولو اب. نيجي بعد كده للتريتمنت. ايه التريتمنت بتاع بلطجيه في مكان؟ ان انا اضرب البلطجيه دول واطلعهم. يا سلام، هو ده نفس التريتمنت بالظبط بتاع الفيزيكولار مول. ايه هو؟ ان انا اعمل ساكشن ايفاكيويشن. طيب لو البلطجية دول عملوا أضرار وعملوا أضرار بالممتلكات العامة، بيعملوا إيه؟ بيصلحوا الممتلكات العامة. يبقى دي أول كلمة مهمة جدا، إن لو في كومبليكيشن عملوها أعمل ريسسيتيشن. وقلنا إحنا إيه المشاكل اللي ممكن يعملوها، ان ممكن يبقى في عندي سيست هتفرقع او سيست حصلت لها تورشن فيحصل لي اكيوت ابدومين. ممكن يكون عملوا بيرفوريشن لليوترس وده از ان امرجنسي. يبقى دي اول حاجه ريسسيتيشن. تاني حاجه البلطجيه هتردهم، هتردهم بايه؟ ساكشن ايفاكيويشن. اشفطهم كلهم، يلا اشفطهم كلهم من اليوترس بسرعه. ساكشن ايفاكيويشن، هستخدم حاجه بتشفط ويكون ايه ليها ديامتر عريض وايد بور كانيولا واشفطهم. وكمان ادي اكبوليكس. الاكبوليكس دي علشان لو في اي هيمرج يقف.
وزي ما قلنا القاعدة المشهورة بتاعتنا كلمة bleeding في واحدة حامل أو في منهج الأوبستيتريك يبقى give NTD if RH negative, give NTD if RH negative أو if RH negative give NTD. طيب وبعد كده ببعتها للهيستوباثولوجي علشان اتاكد ان العيال دي لسه ما طلعتش السنج والمطاوي بتاعتهم وان هم لسه B9. طيب في واحد يقول لك يا عم اخرب عليهم البار باللي فيه، يعني شيل البار كله باللي فيه، اعمل هيستريكتومي. طب هتعمل هيستريكتومي لمين؟ لاي واحده عندها المرض ده؟ لا، لوحدة خلاص يعني في الاولد بيشنت وخلاص كومبليتد هير فاميلي، مش محتاجة اليوترس في حاجة تاني، فأشيل لها اليوترس. يبقى في الاولد فيميل بيشنت وكومبليتد هير فاميلي، شرطين عشان أشيل اليوترس في الحالة دي. نيجي لأهم نقطة في الفيزيكولار مول، وهي دي الموست امبورتنت بوينت ان فيزيكولار مول، اللي هي الفولو اب. ممكن يكون عيل منهم مستخبي لسه جوه وهيقعد يتكاثر ويكبر ويعمل لي فيها ايه؟ نخنوخ. طيب الفولو اب بتاعي زي ما قلنا المهم في الفولو اب هو البيتا اتش سي جي ليفل. انا هعرف اجيبك، هعرف اجيبك بالبطايق بتاعتك، هعرف اجيبك. طيب اعمل فولو اب ازاي؟ بالبيتا اتش سي جي ليفل بعد ما اعمل الايفاكيويشن. بعد ما اعمل الايفاكيويشن بعمله ازاي؟ كل اسبوع. طيب امتى اقدر اقول خلاص ان انا طردت كل البلطجيه من عندي؟ لو بقى نيجاتيف لمده 3 مرات، ان انا عملت التيست ده 3 مرات ولقيته نيجاتيف. طب امتى هيبقى نيجاتيف يا دكتور؟ بعد شهرين لثلاث شهور، بعد شهرين لثلاث شهور من لما طردنا العيال كلهم. وبعد كده السكريننج بتاعي يقل ويبقى كل شهر لمدة سنة او سنتين. يبقى انا شرطي كويس قوي او انا عسكري كويس جدا جدا، هقفش اي واحد منكم موجود في البلد او موجود في اليوترس تاني. فانتوا البطايق بتاعتكم اسمها بيتا اتش سي جي. البيتا اتش سي جي ده لو انا لقيته نيجاتيف 3 مرات ورا بعض في القياس، خلاص مش هبعت عساكر تاني. المفروض ان هو ما يبقاش فيه ولا واحد منهم عند شهرين او 3 شهور. طيب وبعد ما ملاقيش هسيب الدنيا كده برضو مش هبعت عساكر تاني خالص؟ لا، هبعت عسكري كل شهر لمدة سنة او سنتين. تاني حاجة هقول للست ما تحمليش، pregnancy is avoided. ليه pregnancy is avoided؟ علشان اعرف زيادة البيتا اتش سي جي دي من الناس كويسين متظاهرين السلميين ولا من البلطجية. يبقى البيتا اتش سي جي هنا مهم بالنسبة لي جدا. يبقى علشان اقلل الريكارنس، عشان ما يدخلش الصالح في العاطل، وعلشان اقلل نسبة الريكارنس لان احداث الحمل بتتكرر، كلمة مهمة جدا برضو هنقولها بعدين. وتاني حاجة ما استخدمش في المنع الحمل، في وسيلة منع الحمل ما استخدمش الانترايوتراين كونتراسيبتيف ديفايس. ليه؟ لان الانترايوتراين كونتراسيبتيف ديفايس بطبيعتها ممكن تعمل بليدنج، والفيزيكولار مول نفسه بيعمل لي كونتينيوس بليدنج، فكده هيبقى في عندي مشكله. انا مش عارف البليدنج ده جاي من الانتراوترين كونتراسبتيف ديفايس ولا جاي من الفيزيكولار مول ريكارنت. دي كلمه مهمه جدا جدا. طيب ايه اللي انت خايف منه يا دكتور؟ انا كل الكلام ده وبعمل فولو اب عشان خايف من حاجه اسمها كوريو كارسينوما. كوريو كارسينوما ده الواد التخين بتاعهم،
ده لو جه ممكن يموت الام، فده اللي انا خايف منه. امتى بقى هعرف مؤشرات ظهور الولد ده؟ مؤشرات ظهوره ان انا الاقي البيتا اتش سي جي كيرف بعد ما عملت التريتمنت بتاعي رايزنج، او ان انا بعد ما عملت التريتمنت بتاعي لقيته بلاتوينج. يعني ايه بلاتوينج؟ يعني واقف ومش راضي ينزل، المفروض ان هو ينزل في خلال شهرين لثلاث شهور، او اني لقيت الكيرف بتاعي نزل خلاص بعد شهرين وثلاث شهور، قعد شوية تحت الواد مستخبي وبعد كده بقى رايزنج تاني. مهم جدا الثلاث كيرفات دول، يا اما الرايزنج يا اما البلاتوينج يا اما ريتيرنينج بوزيتيف افتر نيجاتيف. يا اما ايه تاني اللي يخليني اشك؟ ان البليدنج لسه مستمر. يعني انا قلت للفيميل كل النصايح بتاعتي بس البليدنج لسه مستمر. يا اما في واد منهم صايع ركب على بلاد فيسل وراح لغايه اللنج وتحول لمالجننت وقعد ياكل في اللنج. هعرف ازاي؟ ان انا اعمل تشيست اكس راي واشوف اللنج فيها فعلا مالجننسي ولا ما فيهاش. طيب تالت حاجه ان انا اشخص فيها الواد كوريو كارسينوما، ان انا اقفشه متلبس بايوبسي، اعمل بايوبسي وابعتها للمعمل، المعمل يرد عليا ويقول لي دي فعلا كوريو كارسينوما، ده هو ده الواد اللي انت بتدور عليه، ابتدي خاف. طيب لما بخاف في الورم بعمل ايه؟ بدي الكيمو ثيرابي. الكيمو ثيرابي بتاع الكوريو كارسينوما اسمه ايه؟ ميثو تريكسيت. وبكده اكون خلصت معاكم درس الفيزيكولار مول. زي ما احنا شفنا وسهل جدا جدا، اهم كلمه فيه ايه هي؟ سنو ستورم ابييرنس، والفولو اب ازاي باي بيتا اتش سي جي، وايه العلامات اللي لما اشوفها اقول لا دي قلبت كوريو كارسينوما. ايه اختلافه عن الابورشن؟ ان في الابورشن حاجة كده من الكيسة هيبقى الابورشن اقل من البيريود اوف امينوريا، هنا انا هبقى اكتر بكتير من البيريود اوف امينوريا. هنا البين بيبقى ليه كاركترز مختلفة على حسب الكومبليكيشن اللي حصلت، يا اما ستريتش اوف ذا يوترس فالبين يبقى دل ايكينج، يا اما تورشن اوف ذا اوفيريان سيست هيبقى اكيوت ابدومين. التريتمنت بتاعي ايه؟ التريتمنت بتاعي لو في حاجة امرجنسي اعمل ريسستيشن واكمل واعمل ساكشن وايفاكيويشن. والكلمة المهمة جدا 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 اللي في الثلاث دروس دلوقتي بتوع البليدنج ان ايرلي بريجننسي، سواء ابورشن سواء اكتوبك سواء الفيزيكولار مول اللي خدناه دلوقتي، اف ار اتش نيجاتيف جيف انتي دي. بكده نكون خلصنا 3 diseases of bleeding in early pregnancy، الابورشن والاكتوبك والفيزيكولار مول.